خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم السبت 3 شتنبير 2020. كتعرفوا من ديما وانا كنقولها، ما عمري بغيت ندخل السياسة، ما عمري بغيت ندخل شي حزب سياسي ولا شي انتخابات ولا حتى حاجة. الامل ديالي كان هو نشوف المدينة اللي كنعيش فيها، البنية التحتية، العيش الكريم، الساكنة، الرفاهية، هادشي اللي بغيت وهادشي اللي كنتمنى المدينة، كنتمناه للجهة سوس مسا، واللي كنتمنى الجهه كنتمنى بلادي كلها، لان المواطن المغربي من حقه يعيش في الكرامه، من حقه الفساد ما يكونش، من حقه البنيه التحتيه تكون موجوده، كل شيء كاين، الامكانيات الماديه عندنا، البشريه عندنا، علاش احنا حاصلين، علاش عايشين هذه العيشه ديال الميزيريا. ملي كنقول العيشه ديال الميزيريا، لان ماشي الحياه هي ناكل ونشرب ونعس، ولكن كاين حوايج اخرى اللي هي الثقافه، اللي هي الفن، اللي هي الرياضه، اللي هي المناطق الخضراء، اللي هي بزاف ديال الحوايج اللي كنفتقدوها في بلادنا. ما كندويش على ديك الطبقه الغنيه اللي كيمكن لها تمشي لباريس ولا تمشي لندن ولا تمشي للمدن العالميه واحده اخرى باش تدوز الويكاند ديالها ولا العطل ديالها. كندوي على تقريبا واحد 80% ديال الشعب المغربي اللي كلهم كرفص. وكيزيدها الامين العام ديال حزب الاستقلال اللي كيخبرنا في اجتماع ديال الحزب ديالو، اشتغل في الانترنت، كيقول لك تزادت 1 مليون مغربي مشى للفقر، زيدها على الفقراء اللي كاينين في البلاد، يعني البلاد راه ماشي بخير. هذاك الشيء علاش لما كنت في السجن هذيك الشهرين في اطار داك الملف اللي طرزوا ليا، كان عندي الوقت الكافي باش نخمم، باش نحلل، وباش نتاخذ قرارات في حياتي. واش ملي غادي نخرج غادي نهز مرتي ووليداتي ونمشي للخارج، وتما نكمل النضال ديالي في بلدان اللي كنت تحترم فيها حريه التعبير وما كاينش عندهم مسامر الميدا ولا لوبيات الفساد ولا العفاريت والتماسيح. الا قررت بانني غادي نبقى في بلادي، غادي ماشي غادي نقول نتحدى، ولكن غادي نتعايش مع الصعوبات ومع مسامر الميدا ومع العفاريت والتماسيح ديالنا اللي كاينين. قررت بانني غندخل السياسه، لان كيبان لي هاد لوبيات الفساد كثار اللي هما دخلوني للسجن. كيبان لي بان هذوك الوجوه اللي هما 20 عام و25 عام في الاحزاب السياسيه هما اللي راجعين في الانتخابات. كيبان لي حتى بقات قربت الانتخابات عاد نضو كيجريو كل واحد شنو كيدير باش ياخذوا المقاعد، لان اللي كيهمهم هو داك المقعد، لان فيه فليسات، فيه الامتيازات وبزاف ديال الحوايج. هادشي كله حرام، هاد المغرب ما بقيناش بغينا. انا ما كنقولش انا مواطن عادي بسيط متواضع، ما كنقولش عندي العصا السحريه، ما كنقولش انا سوبرمان ولا سبيدرمان ولا شي حاجه، لا بالعكس، ولكن بغيت نساهم في بناء مغرب للغد، في بناء هاد المدينه ديال اكادير، في بناء هاد جهه سوس ماسة. بغينا هاد لوبيات الفساد يبعدوا منا، يحيدوا علينا، ولا ما نكرهوش يمشيو للمحكمه كاملين ويتعاقبوا على الفضيح اللي داروا. اليوم لما كنقول بغيت ندخل السياسه، خلال هذا الشهر هذا كله تقربت من واحد المجموعه ديال الاحزاب السياسيه، جلست مع الناس ديالها، حاولت نقنع راسي كل خطره هذا الحزب هذا الحزب هذا الحزب، لكن للاسف ما حتى شي حزب ما قنعني، وحتى ديك الانتماء لشي حزب سياسي انا كنقولها لحد الان غدا الله اعلم ما قنعت. لما كنتكلم على الاحزاب خصكم تعرفوا شي وحدين كيفاش كيخدموا. رمضان اللي فات جا عندي واحد الشخص اللي هو صديقي، وهذا الشخص هذا كينتمي لواحد الحزب سياسي اللي كيبان، ما كنأكدش، كيبان ان الدوله كتدعم هذا الحزب هذا باش غادي ياخذ الحكومه الجايه، غادي يدير واحد الرازيه في الانتخابات الجايه، خصوصا اكادير وسوس مسا. المهم هذا السيد كيقول لي انا خايف عليك، انت صديقي خايف عليك من المحيط ديال الرئيس ديالنا، راه هما دايرينك في عينيهم، راه غادي اديوك، راه غيسيفطوك للسجن. واه كنقول انا ما تيقتوش، اولا ما كنقولوش انا في كولومبيا ولا في امريكا اللاتينيه، ثانيا فينا استقلاليه القضاء، ولا واش غادي ما عجبهمش يسيفطوه الحبس؟ فينا حريه التعبير؟ فينا هي الخطابات ديال الحكومه الوزراء وهذا كاملين؟ وعاوتاني كيفاش الشخص واش انت غيولي لنا مقدس؟ انا ما كنبيش على الملكيه، ما كنبيش على توبه الدوله، بالعكس انا ملكي وتوبه الدوله فوق راسي، اش دخل هذا في هذا الشيء؟ يومين قبل ما نتشد عاوتاني كنت تكلمت على واحد الملف اللي فيه السرطان، وشكون كيتراس الفرع هنايا الجهوي هو رئيس هذا الحزب هذا، وكيخرج لينا واحد من الناس ديال الرئيس وكيخلع من هنايا والسلطه والناس والبوليس، ما خلى حتى شي واحد ما عيط لهم، وكيعيط لي انا وكيوجه لي واحد رساله تهديد مبطنه، التسجيل كله راه باقي موجود، وكندير تدوينه لا غدا
كنتشد وكيطرز ليا الملف. ملي خرجت وكنحاول نفهم كنلقى بان هاد الناس هادو قالوا بان رضا عنده واحد الشعبيه، يقدر كنقول يقدر يدخل انتخابات ويفوز بشي حاجه. هاد الناس هادو كيعلموا الغيب، كيديروا ما عرف شنو. داكشي علاش ماشي معانا، ارى نضربوه ضربه استباقيه على تيساع قبل ما غيجيو الانتخابات. واش هادشي معقول فواحد البلاد ديال اللي كنقولوا في طريق الديمقراطيه، اللي شعارات ديال صاحب الجلاله هو حريه التعبير، واحد البلاد حداثيه واللي بغينا وكيجيو وحدين؟ شو كيفاش كيفسدوا. دابا غادي نرجعوا لهذا الحزب السياسي. واش هذا الحزب السياسي كيفاش الرئيس ديالو مخشي في الفساد كله؟ 1700 مليار فينا هي؟ ياك بغيناها ترجع للشعب وكلشي كيقولها خصها ترجع للصناديق الدوله، فينا هي 1700 مليار؟ فينا هو المخطط الاخضر؟ ياك المجلس اعلى الحسابات بان بانه كاين اختلالات، فينا هي اليوتيس؟ فينا هما المجلس المنافسه اللي دوى عليها سيدنا بخصوص المحروقات اللي اصابع الاتهام كلها راه غدا للرئيس ديالكم؟ كيفاش يمكن نتوما كتشوفوا عاوتاني؟ دابا كندويو على الشخص، من بعد غندويو على الحزب. شوفوا واش وقع فيه زلزال من الاستقالات، من الفضايح اللي خرجوا كلهم ضد الرئيس. هادشي ماشي انا اللي كنقولو، كاين الناس ديال الحزب. كيفاش الشبيبه ديال هذا الحزب هادو كتجي ديك البنيه كتقول لك انا دخلت الحزب باش نرقع راسي؟ كيتصل بهذاك البرلماني ديال فاس، راكم عرفتوا الكماله، اش هاد الفضايح كاملين؟ كيفاش يمكن لي ندخل شي حزب انايا اللي فيه وزير التجاره دابا اللي كيدوي معانا وكيعطينا نصائح وكيقول غادي نقص غادي نقض التجاره في بلادنا وغادي ما عرفت شنو يدير، وهو كشخص باع واحد لاسيورونس ب 1000 مليار؟ 1000 مليار، حنا ما كندويش على 10000 درهم ولا 20 مليون، 1000 مليار باش باعها، وما قدرش يخلص 42 مليار لخزينه الدوله المغربيه ديال التسجيل ديال هاد لا ترانزاكسيون اللي دار. دونك هاد السيد كلا فلوس الشعب 42 مليار. كيفاش بغيتيني ندوي مع هاد الحزب هذا اللي انا كندوي غير على جوج ديال الناس؟ ما كندويش على واحد العدد عندكم اللي فيهم الفساد ريحته عاطيه. حاجه واحده اخرى، كيفاش بغيتي نشوفوا هاد الحزب اللي كيتكل بيناتو؟ كيفاش بغيتوني نثق في الحزب ديالكم وانتم غير تاسات واحد الحركه تصحيحيه؟ يعني اختلاف الافكار، اختلاف التوجهات، هنا في كتبان المصداقيه ديال شي حزب سياسي حركه تصحيحيه، الاخرين ما موافقينش وكيتجمعوا بيناتهم. اشنو كتقولوا لنا؟ اش كنقولوا لكم؟ وكنجمعوا عاوتاني وكنسيروا هادشي اللي كيقوي الاحزاب. حنا شنو داروا؟ قلبوها سبان. الشبيبه ديال الحزب يعني هادو مستقبل الحزب، كتنعت هذوك الناس اللي داروا حركات صحيحيه بالفئران، صمصيره انتخابات مرتزقه ما خلت فيهم للقات. حرام عليكم الشباب، انتم زعما راكم مستقبل هذا الحزب هذا، ما كنظنش شي مستقبل كاين. وتنعتوا بحال محمد بن طالب بالفئران ولا هذا بن عبو بوعيده، هاد الناس كبار بزاف عاد، بوعيده اللي كتهموه بانه هو اللي مراه حركه صحيحيه، هو الناطق الرسمي باسمها. هذاك السيد المثقف المفخره مغربيه واللي كان نفتخر بالصداقه ديالي معاه لسنوات، هذاك السيد ما عرفتوش تكسبوه، ما تجريوش عليه من المنصب ديالو، ولكن انا فهمت علاش جريتو عليه، لان ما خلاش فين الناس تنصب ولا تاكل اموال الدوله ولا تنهب ولا شي حاجه. تحيه عاليه عاوتاني لواحد الاطار والفاعله الجمعويه والبرلمانيه وفاء البقالي فاس اللي حتى هي اتهموها ما عرفت باش، ولكن هذيك السيده لو كان عرفوا ليها في الحزب مفخره ليهم. اليوم كنتكلم على هذا الحزب السياسي لان الرئيس ديالو والناس اللي معاه اللي قرصنوا هذا الحزب ديال سي احمد عثمان ديال سي بن طالب وعدد من الرجالات السياسيه المغربيه التي نفتخر بها، قالوا بان رضا ماشي معنا يعني ضدنا يعني غادي ناديوه. وما كنفهمش كيفاش الدوله اللي كيبان انها كتدعم هذا الحزب، اللي كيبان حتى محليا في اكادير كيبان بان كاين واحد الدعم لهذا الحزب هذا باش يدير الانتخابات اللي جايه، كيفاش كتخليهم يديروا ما بغاو؟ كنعاود نرجع السؤال ديالي لرئيس الحزب، هذا السؤال اللي كنحطو ديما، ما فيه لا تجريح ما فيه لا تشهير ما فيه حتى حاجه خايبه. انت كاغنى رجل في المغرب قول لي غير شنو درتي في تفراوت مسقط راسك؟ غادي نمشيو للمستشار الملكي فؤاد علي الهمه، انت شتي واش دار في بنكرير؟ غادي نمشيو للسطات اش كان دار فيها المصري؟ اش غادي نمشيو لمراكش اش كان دار فيها الحاج المديوني الله يذكره بخير؟
اشنو درتي لينا في تفراوت وعندك الاموال اللي ما كانتش عندهم واللي ما عندش اللي باقيين عايشين حتى حاجه. كان خاص تفراوت تكون هي سويسرا، يعني اي مدينه سويسريه تكون سافراوت من بنيه تحتيه من مسارح من 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 حتى حاجه ما كاينه. تفراوت واحد الدوار صغير المهم راه هو تما. اشنو درتي لجهه سوس مسا؟ حتى حاجه. عطيني غير مشروع واحد قيمه مضافه بحال كما داير في الدار البيضاء كما داير في مدن اخرى، حتى شي واحد. علاش مشيتي غير العقار كتشري وكتحط؟ لان عارف الانتخابات الجايه غادي يطلع ولا الناس ديالك غادي يطلعوا وغادي تخدموا المصالح ديالكم عاوتاني. مصالح المواطنين هي اخر حاجه غادي تقضى. واش هادشي مقبول؟ راه ما مقبول شي. وهذاك الشيء علاش انا غادي ندخل السياسه، ولكن والله ما عرفت كي غادي ندير شنو غندير في الايام ولا الاسابيع ولا الاشهر اللي جايه الله اعلم. ولكن في انتظار ذلك اليوم السبت الوريضات التفاؤل ان شاء الله كلكم غتمشيو لمزبله التاريخ. صاحب الجلاله عنده انتظارات قداشنا هي، ولكن مسامر الميدا عرفناها لمده واحد 20 عام وهي كتعرقل في المشاريع وتعرقل لان عندها حسابات شخصيه عاد سياسيه وعاد البلاد كتجي في اخر المطاف. ولكن اليوم الساكنه ولا المغاربه كاملين غادي نديروا واحد ثوره ملك وشعب، ولكن عاوتاني ماشي ضد الاستعمار ولكن ضد الفساد. الله يسهل علينا وعليكم وان شاء الله غادي يكون خو متفائلين. عافاكم اللي كي ينتمي شي حزب ولا شي حاجه يناضل فيه من اجل التغيير. راه ما بغيناش دوك الوجوه يبقاو، ما بغيناش وجوه الفساد يعاودوا يجيو لينا، ما بغيناش شي جهه تاخذنا رهائن في الانتخابات الجايه. خصنا ناخذوا حنا كاملين بزمام الامور بمستقبل البلاد ديالنا. الله يحفظنا ويحفظكم وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير.